في السودان الدحيح في السودان، اعملي مجزر على الحدود المصرية السودانية، يعني نصه في مصر ونصه في السودان. اعملي اتفاقية كاملة عن طريق وزارة الخارجية مع السودان اولا، وباقي الدول تيجي على الدولتين دول. يعني انا قلت لحضرتك الجامعة ستوفر التدريبات والتعليم اللازم لكل العاملين في هذا المجال واعدادهم لهذا المجال، واول دفعتين ثلاثة اربعة خمسة العينكم مش هيشتغلوا هنا، هيطلعوا يشتغلوا برا، لان ده غير مطلوب في الوطن العربي ومطلوب في اوروبا. طيب يعني من الواضح ان هناك خلاف ما بين الراغبين ان هم هذا المشروع يكون موجود على ارض مصر، لكن عندنا مشكله العلف والعلائق، هذه مشكله اساسيه جدا، وسعر العلف والعلائق، وبين راي الدكتور ان هو ما عندناش الحيوانات، يعني ما عندناش الكم اللي تقدر تعمل بيه مزارع. لو افترضنا عندنا الكم، فين الاراضي اللي تاخديها؟ المياه اللي عندك تقدر تصرف على الكلام ده يعني؟ بس ممكن اعمل مثلا يعني مصر ممكن كلها احسن من جوده اللي موجود وبالتوازي يعني اعمل في كل محافظه مزرعه واحده بس. طيب. ان شاء الله تبقى فيها 1000. لو انا عملت في مزرعه واحده اقدر اوفر جزء من اللي انا عايزه. انا بستورد اكتر من 60% من احتياجي من اللحوم، اكتر من 60%، مع ملاحظه ان الشعب المصري هيبقى 160 مليون في 2050. بقى بنسمعش بقى حتى عشان ايه الواحد اوريدي، انا بقول لحضرتك يعني هيبقى اكتر من 7 بليون، هيبقوا 7 بليون على الكره الارضيه. الزياده كلها هتبقى في العالم الثالث. مصر محسوب ليها 2020 هتبقى كام، ومحسوب ليها الاكيد 2050 هتبقى 160 مليون، يعني ضفع العدد الان. فانت مهما عملت المزارع بهذه الطريقه ما عندكيش الا اذا ربنا كرمنا وطلع فعلا في ميه في الصحراء، واقدر يبقى عندي المساحه الشاسعه دي وفيه الميه موجوده، اقدر اعمل كل الكلام ده ومش محتاج يعني. انا بشكرك دكتور طلعت الخطيب مدير مركز الصحة وسلامة الغذاء بجامعة اسيوط على هذه الفكرة يعني والمبادرة الجيدة. نتمنى ان تدرس بشكل علمي ودقيق، مجلس الوزراء يقول لنا رأي فيها ان كانت لها يعني جدوى اقتصادية، من يمكن ان ينفذ هذه الفكرة. هذه فكرة لها قدرة على تشغيل عدد من الصناعات، عدد كبير من الشباب، تخريج دفعات من المتخصصين في اللحوم وفي يعني علم اللحوم، ودي قضية جديدة بالنسبة لنا في مصر. نتمنى أن مثل هذه الأفكار يمكن دراستها وتفعيلها بجدية وما تتحطش في الأدراج كغيرها من المبادرات. بشكرك شكرا جزيلا، بشكر كل المتصلين. فاصل وحلقة الدواء، نقص الدواء في مصر، من المسؤول؟ هل هو حقيقة أم هي شائعة؟